يا هلا والله، فيديو جديد اليوم. ان شاء الله راح نكمل سلسلة الاسطورية اللي هي دراغون بول. فمثل ما نكون شايفين اخر فيديو خسرنا ضد رادتس، بس اليوم ان شاء الله راح نرجع ننتقم ومتنا ورجعنا عند هذا مشان يرجع يعيشنا. طيب المهم، مثل ما نكون شايفين انا اكتشفت شيء كتير حلو خطير، اوكي، او ما اكتشفته انا بس شفته. طلع اللي بيعطونا اياه، التياب اللي بيعطونا اياه هنا لفرجيكم، مثلا بيكولو راح يعطينا تياب، ماشي، هدول التياب راح يكون عبارة عن تقال، ماشي، مشان نقوى على الجاذبية. فأنا راح أخذ 10، أوكي، يعني 10 ناقص الجاذبية، وهي الكنزة مثل ما كنتم شايفين، 10 جاذبية ناقص، مشان هلا راح تخف مشيتي، بس مع الوقت أنا بس كون حاطة راح يصير سريع، لأن بتكون هي متقلتني يعني، وبس شيلها راح يصير سريع، لأن هلا شوفوه راح يكبس كنترول مع إي، فتحت هي مثل ما كنتم شايفين وحطيتها لهي، كيف؟ فخمة صح؟ طيب اوكي. الحمد لله فيني شيلة، كثير ثقيلة اوف. هلا اذا بكبس في، شوفوا هي السرعة عندي وهذا الجمب، ف ناقص 10 ناقص 10، فكثير ثقيل هيك. طيب خليني اشيلهم لان ما فيني اتحرك. اوكي شيل، الحمد لله فيني اتحرك. ثواني، هلا خلينا نرجعها. اوكي رجعها، قوي قوتك شوية، خلينا نشوف نرفع الطاقة تبعيتنا ونشوف كيف راح يصير الوضع. اوكي 1777، اوكي لسه كمان ما فيني اتحرك، حتى النطة تبعيتي ميؤوس منها. طيب كبس هاي مع هاي، شيلة كثير ثقيلة لان حتى وانا كمان مقوي شاحن الطاقة. طيب يا بيكول اعطينا وحدة ناقص 5، معقولة ناقص 5 صح؟ هلا هي ناقص 10 كبة مشان ما اتلخبط كثير انا، ماشي اعطينا هاي. اوكي نسيت كيف تفتحها هاي بهالطريقة، حطيتها لهي. اوكي هاي تمام معقولة، ماشي، بس بدي وحدة لسه اخف لان هاي كثير ثقيلة. يا هلا والله ديناصور، كيفك؟ تعال شوي خلينا نقطع الكمبوكس. تعال حبيبي تعال، ما توقع، بدي اياك لأ. موت، يس، واو صرت قوي صح؟ اوكي هونيك في ديناصور ثاني، خلينا ناكل اللحم تبعت هذا. اوكي زاد الهيل تمام، وانا لابس تبعت بيكولا متقلي علي هذا بشكل مو طبيعي. تعال انت كمان، هات هات اللحم، هات اللحم، هات اللحم على السريع، على السريع هات اللحم. يلعن، يا هلا والله، كل فيديو لازم زورك انا، بتعرف هالشي؟ مو عند الديناصور، ليش تدمجت بعدين؟ اوه 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 اوه، هدي هدي، قول بسم الله، اوه اوه، هدي شوي حبيبي، انقلع من وجهي تراها. ما قلت لكم انه التي بي عنده الغاليين هدول، بدي شي 600. اوكي هلا والله، طابت دراغون بول، صار عندنا دراغون بول، بس وحدة بدنا 7. اوكي عادي، لا اي تبقى، بس المهم صار عندنا وحده. طبعا اذا جبنا التنين راح نقول له يا اما بيعطينا دايموند يا اما يعطينا جولد ستاكات طبعا يعني، او انه يقوينا. فانا هلا لسه ما لقيت غير طابه وحده، يعني لسه مشوار طويل، بس المهم بيت جوجو صار بهالاتجاه وبيتي بعد بيت جوجو. اوه المنظر كثير فخم صح؟ منظر كثير حلو، يب. اوكي نرجع، ما بعرف ليش ما قاعدة بيعطيني شو اسمه تي بي، بس انا راح استنى، ما في شيء وراي، ما يمكن لاني قريب على بيت جوجو. بس المهم بعرف انه بس اذبح سكيلتون ولا زومبي هيك بيعطيني تي بي، ما اعطاني شيء. يا هلا والله، اول شيء اعطيني الغيمه لاخر فيديو ضيعته، واعطيني حبة طاقة وعلمني كيف فيني طير. يس لا اوكي، الطيران ب 30 تي بي، معلش بصير، معلش شيء كثير منيح. بسم الله، قول بسم الله، طير 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 يا زلمه طير. شو اوكي اوكي، لا لازم اكبس ان حتى احسن طير. واو صح، واو
استنى شوي، كابس ان وعم بمشي بالكيبورد، لا صعب كثير هيك، ثواني شوي. طيب رجعت لكم بعد ما ضبطت زر الطيران. واو عن جد شيء فخم صح. او مع السلامه، صار عندي احسن طير، برجع لكم تبقى. اوكي هلا صار الوضع جدا تمام، فينا نطلع. بس اف يا مجد، اف اف. اوكي نسيت معلش. المهم صار عنا الطريق سهل شوي، مع انه الغيمه يمكن تكون اسرع. شو هداك اللي هونيك؟ اوكي وفي ديناصورات، تعال خلينا نفرم شويه حبيبي، بدي اخذ تبي عليك. موت، واو على الكومبوهات. لا لا اذا اجى رادتس يمكن ادعس. اوكي عم امزح. كان رح يتني يقتل. واو يا وي، لا الحمد لله اني انتبهت. طيب تعال انت يا الي، ما بظن انه كثير قوي صح؟ بسم الله. اوكي هذا بيطلق طلقات مثل فريزر هيك، فا اوكي دمجه مو كثير. طلع دراجون بول، يس هات حبيبي. انت شو بدك؟ اه اوه والله الديناصورات اقوى منه. طيب اعطيني طابة دراغون بول. كيف؟ اوكي وين صارت؟ عندي صار اثنين، شي فخم على الاخر. طيب اوكي طير يا مجيد، بس شو رايكم نروح نتحرك شوي 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 معلش. اعطيني كامي هون هون، تعال. بظن انه فيه يقتلني من ضربة وحدة. خليني حاطط ايدي على الاكل، عن جد انه ما بدي موت الان. بسم الله تعال. طيب ايه يا جماعة ما بينضرب هذا. ايه يا حبيبي مبين عليك انك راح تعطيني تي بي كثير بس اقتلك. اوكي لازم انزل على الارض حتى اقتله، بس هو ما بيدمجني شيء يعني. شو حبيبي؟ هلا عن جد طول وعرض على الفاضي. اوكي بس نطير صحيح، هذا ما بيحسوا يطيروا يعني. طيب تعال حط 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 حطهم كلهم حطهم كلهم. طيب تعال تخيل موت. ايه شكلي هذا بيقتل لحاله. اوكي بدي نشوف شو في. في واحد شكله واقع من الحفرة اللي هلا ما طلعت، عارف انا قلت له حرام. اوكي اثنين كمان تعالوا. صار عندي تي بي 19 يس. طيب نرجع الرسبن هدول. كنتم شايفين بكون خلصنا هذا الفيديو اليوم، بكون حسنا نعرف كيف نطير، وكمان رجعنا وتعلمنا كم شغله بدراغون بول. وان شاء الله بكره اوكي بكره بالفيديو اللي جاي
راح نقتل رادث ان شاء الله، لان هلا انا عم جمع قوه كثير كبيره، فبالفيديو الجاي راح نقتله ان شاء الله. فتراقبوا الفيديو الجاي، راح يكون جدا اسطوري، راح نتعلم فيه الكاميهاميها ان شاء الله.